Oh. بسم الله الرحمن الرحيم تقبل الله صيامكم وقيامكم أهلا ومرحبا بكم قبل أن نتحدث عن بعض أسرار الصوم لا بد أن نسأل هذا السؤال المهم كيف أرى أهمية صيامي لأن الإنسان إذا لم يعرف أهمية ما يفعله لا يمكنه أن يتأمل فيه وأن يتبحر فيه تعالوا بنا إلى خارطة مختصرة وضعها المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم من خلالها يتبين لنا أو تتبين لنا أهمية الصوم هذه الخارطة الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم قال الصبر نصف الإيمان الإيمان وهو حياتك مع الله تبارك وتعالى إذا نصفته فنصفه نصف الإيمان الصبر اتفقنا قال المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم في حديث آخر الصوم نصف الصبر إذا سيكون الصوم ربع الإيمان سيكون الصوم ربع الإيمان فلنعلم إذن أيها الأحباب أهمية الصوم من خلال أنه يجسد أو يمثل ربع الإيمان يعني ربع العلاقة مع الله تبارك وتعالى تتجسد في الصيام في الصوم في صومنا الى الله تبارك وتعالى طبعا لما يكون الصوم نصف الصبر الصبر درجه عاليه في القران الكريم الله تبارك وتعالى يعد الصابرين بجزاء مفتوح تماما ليس له سقف ليس له محدد انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب بغير حساب اما قالوا انه اصلا لا يحاسبهم بما انك صبرت في الدنيا فلن تحاسب في الاخره حاسبت نفسك كانما صبرت على الطاعه صبرت عن المعصيه فحين ذاك الله تبارك وتعالى يوفيك اجرك من دون حساب من دون محاسبه من دون مساءله او انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب اي بلا عدد بلا حساب لهذا الأجر لهذا الجزاء هل هو عشرة عشرين من الثواب مثلا إذا أردنا أن نعطي ترقيما للثواب هل هو مليون مليون درجة من الثواب بغير حساب بغير حساب والله تبارك وتعالى هو المعطي لا إله إلا هو جميل لكل شيء باب وباب العبادة الصوم إذن فالصوم باب العبادة باب للعبادة كل حسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف كل حسنة تضاعف إلى سبعمائة ضعف آخر شيء يعني تبدأ من العشرة وتنتهي عند السبعمائة إلا الصوم هذا الذي تحدثت عنه قبل قليل أنه الصوم جزاؤه بغير حساب بمعنى لا سقف زمني لثوابه فيقول المصطفى كل حسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به إذن الصوم لله تبارك وتعالى وهو الذي يجزي به يعني هو الذي يعطي جزاء على الصوم واعلم حين ذاك أن الله تبارك وتعالى المعطي وقد وعد بجزاء لا حد له على الصوم على الصيام فل فلنعرف اذا اهميه هذه العباده اهميه هذا الصبر الذي سنصبره نحن نحقق اذا نحن نحقق بهذه العباده ربع الايمان ربع الايمان فيا له من مشوار مهم وعظيم وجزيل جزيل العطاء وهو ميدان لتربيه النفس وتهذيبها وتصحيح العلاقه بالله تبارك وتعالى جعلنا الله واياكم من الصائمين القائمين الذاكرين لرب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. oh